بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله على حضرتي وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أهلا بكم أحبتي السادة المشاهدين ولقاء جديد وبرنامجكم دين حياة. لا زال أحبتي الكرام الحديث عن الأدب مع سيدنا ومولانا رسول الله. والأصل في الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأدب مع الله عز وجل. ومن الأدب مع الله عز وجل الالتزام والائتمار بأوامر الله عز وجل ونواهيه. ده من الأدب. يعني الإنسان عندما يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى فيأتمر، وبما نهاه الله فينتهي، ده مظهر من مظاهر الأدب مع الله. يبقى هنا طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى والحياء منه سبحانه تبارك في علاه، هذا من الأدب مع الله عز وجل. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى مراقبة الله في العلن والسر. يعني الإنسان يراقب الله عز وجل في سره، في نفسه، بينه وبين نفسه، وفي علانيته. يعني يبقى في السر والعلن، والعلن في السر والعلن يراقب الحق عز وجل. ومن الأدب مع الله خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب. وأيضا من الأدب مع الله تبارك في علاه ألا يذكر اسم الله جل جلاله إلا وهو مصحوب بثناء على الله. يعني إيه؟ يعني عندما يذكر اسم الله عز وجل يصحب ذكر اسم الله بثناء على الله. بمعنى يعني يقال الله، يقال سبحانه، كلمة سبحانه ثناء من العبد على الله سبحانه. يبقى هنا لا يذكر الاسم الأجل الأكرم الذي هو علم على الذات الإلهية، لفظ الجلالة، وهو الله، لا يذكره العبد المؤمن المؤدب مع الله سبحانه مجردا، وإنما يذكره مصحوبا، مصحوبا بثناء على الله. بمعنى يعني عندما يقول الله الثناء يقول سبحانه وتعالى، هذا ثناء من العبد على الله. الله يقول جل جلاله، هذا ثناء على الله. الله تبارك في علاه، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال الله يصحب بثناء عز وجل، يعني الله يصحب بكلمة تعالى، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. يبقى هنا يعني يصحب اسم الله عند ذكره ثناء، ثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب، والأدب مع سيدنا رسول الله، من الأدب مع سيدنا رسول الله كما ذكرنا في اللقاء السابق يعني خفض الأصوات عند رسول الله، الجلوس في حضرة رسول الله بكل يعني أدب وبكل كمال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في مجلس سيدنا رسول الله كانوا يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، يعني الصمت الكامل، الصمت التام في مجلس سيدنا رسول الله. وهذا من الأدب. ومن الأدب أيضا مع حضرة سيدنا ومولانا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ألا يذكر اسم الحبيب المصطفى مجردا. يعني قمة الإساءة أو عفوا وقلة الأدب أن يذكر اسم سيدنا رسول الله مجردا، يعني يقال فلان دون أن يقدم لفظ التسييد، السيادة. يعني الواجب على المؤمن المؤدب مع سيدنا رسول الله عندما يذكر اسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقدم لفظ التسييد، السيادة، فيقول سيدنا رسول الله.
والمصطفى هو القائل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: أنا سيد ولد آدم، يعني كل أبناء آدم بما فيهم السادة الأنبياء وبما فيهم الأولياء وبما فيهم عباد الله الصالحين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني دون افتخار ودون تعالي. فهو صلى الله عليه وسلم سيد السادات، وهو كريم الآباء والأمهات، وهو الذي لم يذكره الله عز وجل في قرآنه، أي لم يذكر سبحانه اسم الحبيب المصطفى مجردا حتى الآية اللي قال فيها سبحانه وتعالى: وما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. خلي بالكم يا أحباب، لم يقل محمد، قال محمدا، إشارة إلى صفة الحبيب المصطفى صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم. عندما ننظر إلى يعني مخاطبة الله أو إشارات الله في القرآن إلى سيدنا رسول الله، هنجد الحق سبحانه وتعالى لم يذكر اسم حضرته الشريف مجرد أبدا. يعني طه اسم من أسماء حضرته، ياسين اسم من أسماء حضرته، يا أيها المذمل، يا أيها المدسر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. يبقى هنا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب ألا يذكر الاسم الكريم المكرم مجردا. أعزائي السادة المشاهدين، نستكمل أيضا في اللقاء التالي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع آل بيت النبوة الأطهار ومع الصحابة الأخيار، إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.